من منا لا يعلم مسرحية مدرسة المشاغبين التي مر عليها ما يقارب 50 عاماً، وما زال الجميع ينتظرها ويستمتع بكل لقطاتها؟ فالمسرحية التي كانت من تمثيل كوكبة من النجوم على رأسهم الفنان المصري عادل إمام عادت من جديد للتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لماذا؟ فلنتابع القصة. هالة مقبل حفيدة عادل إمام مثلت أحد المشاهد الشهيرة للمسرحية والخاص بجدها عادل إمام، ونشرت هذا المقطع عبر حسابها الشخصي على تيك توك. فلنشاهد الفيديو ونعود إليكم. أمه؟ نعم يا أختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك احتراماً لها تتفضل تقوم تقف. طب حد فيكم كلمها بقى، بلاش أنا كلمها. المدارس باظت يا جدعان. بتقول لي أقف. بتقول لي أقف. بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي أقف. أمه؟ نعم يا أختي. لما تتكلم مع المدرسة بتاعتك. الفيديو انتشر بقوة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن انتقادات بعض المستخدمين أجبرت هالة على حذف الفيديو من حسابها على تيك توك، فأكدت أنها لا تملك أي ميول للتمثيل وأن الفيديو لم يكن سوى للترفيه فقط. فيديو حفيدة عادل إمام حصل على العديد من التعليقات، فلنتابع مشاهدينا أبرز هذه التعليقات. والبداية مع محمد، حيث كتب عبر فيسبوك: البنت صغيرة ودمها خفيف وجدها عسل، لا تنظري إلى أصحاب التعليقات السيئة وركزي في طريقك. بينما قالت فاطمة: مش ممكن البنت تشبه جدها كتير، ربنا يحفظها. أما شدى فقالت: البنت جميلة جدا ومحظوظة لجدها عادل إمام، ربنا يديله الصحة والعافية. قصصنا مشاهدينا مستمرة، ولكن نتابعها بعد الفاصل.